اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ بتاعنا لطيف وبسيط وحريص ان يكون فيه متناول الجميع. تفتحي باب التلاجة، تفتحي باب الادراج بتاعه المطبخ، هتلاقي المكونات بتاعتي. معانا بطاطس هنعملها النهارده بالاعشاب. الاعشاب ممكن تكون من عند العطار يابسه او ناشفه، وممكن تجيب شويه روزماري وشويه زعتر هتعمل لي شويه بطاطس ما اكلتهمش قبل كده. معانا فراخ النهارده صدور، ومعانا برغل. الاثنين هنعمله مع بعض، كفته الدجاج بالبرغل، مش كفته الدجاج بالرز او كفته اللحم بالرز، لا، كفته الدجاج بالبرغل. البرغل ده لطيف وجميل، بيخش ببعض الاكلات زي التبوله زي الكبيبه، ولكن مع الدجاج له موقف، ده ابيض وده ابيض. معانا الكنتالوب النهارده اللطيف والجميل، هنعمله سموزي. احنا ما زلنا في ايام الحر، اليوم طالع النهارده شويه فيه درجه حراره عاليه، فمحتاجين نعمل شويه عصاير ايس كريم، فخلونا نعمل سموزي الكنتالوب النهارده بالنعناع والعسل. ده عصير الرشاقه، قيمته الغذائيه عاليه جدا، وكمان الالياف بتاعته تساعد على الهضم. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل في الحلقه كتير، ممكن مكوناتها لطيفه وبسيطه في متناول الجميع، بس الخبره الطهويه تفوق قمه الهرم. معانا بطاطس مشويه بالاعشاب او بطاطس مقليه بالاعشاب، المقادير على الشاشه، تاكلها مشويه تاكلها مقليه حسب الرغبه. معانا بطاطس ومعانا زعتر وروزماري. انا جايب معايا الروزماري والزعتر زي الفل، اهوت حاجات لطيفه وجميله موجوده عند اي حد بتاع خضروات. روزماري زعتر، وانا بيحجبني قوي على فكره الاعشاب بتعطر المعده، والمعده بتفرح بيها، بيبقى طول النهار مدينا كشري في الشارع او في المحلات، او ان احنا في الشغل بنستسهل ونجيب طبق كشري ماشي او كيس كشري. المعده محتاجه للاعشاب زي الروزماري والزعتر والاوريجانو والحاجات اللطيفه الجميله الحلوه دي اللي بتعطر المعده، زي البيت كده لما يعطروا اي فليفر واي شمع فيه فليفر احنا بنجيبه يعني. خلي بالكم، معانا بطاطس، معانا شويه روزماري وزعتر، معانا شبت، ومعانا بقدونس، معانا قرن فلفل حار. تعالوا نعمل شويه بطاطس كده لهم طعم تاني خالص. مكوناتهم بسيطه وسهله، ولكن الطريقه مختلفه. المقادير على الشاشه، لا تتعدى اصابع ايدك العشره. حلو قوي. هنمسك البطاطس دي نقطعها مكعبات. حلو، بعد ما نقطعها مكعبات يا عم الشيف هنشوف نعمل ايه. يا اما نشويها في الفرن، يا اما نتبلها ونقليها في الزيت. حلو الكلام. خلي دي هنا مكانها، بطاطس معانا كده. انا بسهل عليك الموضوع، بيسالوني دايما يا شيف مغازي لازم تعمل الاكلات اللي في متناول الجميع اللي احنا نقدر نعملها، فانا معاكم. عملنا الكشري الاسكندراني اللي هو البحري مع البيض اللي عملناه كان كريسبي باللحمه المفرومه، شويه بطاطس حلوين اهم زي الفل. بطاطس احنا محددين اقامتها عن ان هي تتقلي بس مقليه في الزيت، او نشتريها من اي محل بتاع فاست فود. كيس بطاطس صغير بيعمل له 40 جنيه، مش عارف ليه بصراحه، يعني الواحد وهو بياكلها بيستخسر ان هو بياكلها، وفي الاخر كلها زيت. انت هتشتري كيلو بطاطس تعملي عليه حفله، غير بقى القيمه الغذائيه بتاعته، غير انك تتحكمي في الزيوت بتاعته، غير انك تتحكمي في الطعم، دي حاجات تانية خالص يعني. هذا البطاطس اهي تجيبيها تقشريها بعد ما تغسليها. بطاطس يا اختي عشان تتلاشي موضوع الطينه والرمله اللي بتبقى فيها، تغسليها الاول وبعدين تقشريها. حلو، وبعد ما تقشريها تحطها في ميه زي ما انا حطيتها كده، ما تحطيش على الميه ملح، لانك لو حطيتي ملح هتفقدي جزء كبير من النشويات بتاعتها. حلو، وبعد كده تقدر تقطعيها في اي وقت. جالك مشوار حطها في التلاجة في المية بتاعتها تقعد معاك اسبوع على مسؤوليتي. قطعها مكعبات بالشكل ده كده اهو، وعندي زيت بيسخن على النار، انا هحمرها في الزيت اكون جهزت لها الايه التتبيله بتاعتها اللي تخش الفرن بعدها على طول. حلو، اه زي الفرن. وانت بتقطعي البطاطس قطعها كلها بحجم واحد ليه يا عم الشيف؟ عشان لما واحده تستوي يبقى كلهم مستويين مع بعض. معانا بالشكل ده كده، حلو قوي. دي مرحله عديناها، هناخدها زي ما هي كده من غير اي اضافات، وهنقليها في الزيت شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي.
سمي بسم الله. تعاملي مع النار، سمي بسم الله. بس خلاص سيبها شويه في الزيت. وزيتك نظيف اهو، انت اللي عارفاه وانت اللي مستخدماه. مش مشكله تحمري في الزيت البطاطس ده مره واثنين وثلاثه. خلي بالك اهم حاجه ما يوصلش لمرحله ان هو يقطع منك. ولما تيجي الفرصه ان شاء الله هنوري. وانا قلت قبل كده الزيت يبقى قاطع ازاي، يعني ما تستخدموش. ممكن على فكره لسه بيسخن وهتطول مره يقطع منك. بتعرضيه لدرجه حراره عاليه جدا، يعني مش فكره انك انت تحمري فيه كتير، لا. الزيت لو اتعرض لدرجه حراره عاليه جدا بيقطع منك. قطع يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني لا يصلح للاستخدام. مش قصه انك تحمري فيه مره واثنين وثلاثه. تعالوا مع بعض نعمل التتبيله الحلوه بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. حلو. معانا توم. شويه توم محترمين كده. بصله مفرومه ناعمه. حلو يا شيف. قرن فلفل سبايسي. ناخد منه شويه كده. الاولاد بيحبوها شويه فيها سبايسي. اسالي مش تخسري حاجه. مش قصتك بتعملي بطاطس، لا تستسهليش بالحاجه اللي بتعمليها او تقولي ده هي مش مكلفه لو باظت اعمل غيرها. بالعكس انا بزعل على الحاجه اللي سعرها صغير اكتر من الحاجه اللي سعرها كبير. لان يمكن طبق البطاطس ده بياخد مني مجهود ذهني، مجهود طهوي ان انا اطلع الطعم. ده روزماري اهو، روزماري زعتر بيتغسل. عايزه تحفظيه في الثلاجه، بتجيبي منديل مبلول ميه وتلف الجذور بتاعته وتحطيه في الثلاجه، يقعد معاك اسبوع زي ما هو طازه. دول شويه روزماري حلوين اهمت. وده زعتر بري حلو، بنفركه كده، بناخد الورق بتاعه اهو. مع دجاج مشوي يستخدم مع كفته ماشي اهو. مع طبق سلطه حلو ماشي، تعملي روستو ماشي. الزعتر ده طعمه حلو قوي، حتى بعد ما افركه بايدي كده بشم اطراف ايدي الاقي ريحه زعتر كده زي الفل. اشيل ده كله ملوش لازمه. حلو الكلام. زيت زيتون والبطاطس بتتحمر. هنروح من بعض فين اهو. زيت زيتون على روزماري على زعتر على توم على بصل. حلو الكلام. حلو الكلام. توابلنا ملح وفلفل. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. فلفل اسود وملح. ممكن نحط شويه بابريكا. كمون كزبره، الاكله دي بريئه منها. زي الفل. ايه موضوع البطاطس اللي خد منك وقت كبير ده يا عم الشيف؟ هندوق دلوقتي ونشوف. شويه ملح حلوين ونقلب الخلطه دي يا عم الشيف كده مع بعض. شفت الموضوع بسيط جدا اهو. فلفل حار وده اختياري، روزماري وزعتر اجباري، بصله وتومه اجباري، زيت زيتون اختياري. حلو. ملح وفلفل وبابريكا اجباري. هنقلب كل ده مع بعض. خلطه جاهزه. بس تكلفه بسيطه، وعندنا البطاطس بتتحمر في الزيت. الله، بص على الحلاوه، بص على الجمال. اهم حاجه التحميره دي. انا اخدتها زي ما هي كده واصفي زيتها. حلو قوي. واجيب كاسرولة ازاز زي دي كده واخدها زي ما هي كده. الله، حلو قوي. وزيتك نظيف وعارفه انت بتستخدميها ازاي يا حلوه. تعالي وناخد الخلطه الحلوه دي، مخرجنا الجميل حبيبنا اهو، ننزل بيها كده على وش البطاطس. الله، والله العظيم لو عامله ديك رومي وعامله فراخ وعامله لحمه، لا تسيبي كل ده وتاكلي شويه البطاطس دول. ونقلب البطاطس دي كويس بايدينا. خدت لون عادي، خدت توابل واعشاب عادي، التوم والبصله في قلبيها.
درجة حرارة الفرن عندي 180. طبق البطاطس ده لو لفيتي محلات مصر كلها بكمل مش هتلاقيها بالطعم ده، لأن إيدك الحلوة اللي عاملاها يا حلوة. درجة حرارة الفرن 180، هنفتح الفرن مكانها فين يا عم الشيف؟ على شبكة الفرن في منتصف الفرن. لا قلت لا فوق ولا تحت، منتصف الفرن زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. بنحطها هنا مع بعض. نظرة سريعة، نظرة أخيرة لبطاطس غير مكلفة، فيها خبرة طهوية، فيها افتكار طهوي، ولكن الطعم يناسب كل أفراد الأسرة صغير وكبير. بص على البطاطس يا دلعك، طلعها جاهزة، أكتر من كده تتهري. طلع البطاطس هنا بحيطة الحلوة، عطارة المطبخ، عطارة الفرن، الأعشاب. بص على الحلاوة، بص على البطاطس بالله عليك. إيه الحلاوة دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ قلبها. الله، بص على الحلاوه بالله عليك، بص على الجمال، شوف الحلاوه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي على الريحه الحلوه. الف هنا وشفا. ده طبق فيه كل العناصر، كفته مع بطاطس زي دي كده. نشويات موجوده، كربوهيدرات موجوده، البرغل موجود، قمح، الفراخ، خلاص يعني مش لازم تعملوا رز بشعريه، ومش لازم انك انت تقدمي معاه عيش من اصله، هي كده وجبه كامله. تعالوا نغرف البطاطس بتاعتنا الجميله، عشان معايا سموزي الكنتالوب الجميل عايز اعمله يا عم الشيف بالنعناع والعسل، ويجعل ايامنا كلها عسل. بطاطس بردت معايا، انا عايزها تبرد. بسم الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هنغرفها مع بعض. اللون الاحمر الحلو ده بيسالوني جه منين؟ من البابريكا اللي انا حطيتها على البطاطس في التتبيله بتاعتها. ما حطيتش فلفله حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله. الف هنا وشفا. الله، لازم وانت بتحطي المنيو بتاعك أو الأولاد هيتغدوا النهاردة يعني، وده سؤال صعب جدا، الرجالة بالذات ما يحبوش يتسألوه الصبح وهما نازلين رايحين على الشغل. تحب تاكل ايه النهاردة يا حبيبي؟ يبقى الراجل عايز ينفد بجلده من البيت، وهي لازم تسمع منه تحابب تتغدى ايه. هل علشان هي هتعمل اللي هو حبه، ولا عشان هي تريح راسها؟ فبيبقى عين الإجابة هنا صعبة شوية. والله قال لها مثلا عايز شوية بامية باللحمة الضاني، شخشخ جيبك. حلو؟ ويا سلام لو مفيش لحمة ضاني. فيقول لها يا حبيبتي اللي أنت شايفاه صح، هيعمل إيه؟ حبيبتي أي حاجة تعملها من إيدك حلوة. وده الكلام اللي هو إيه؟ الصح. أنا ما بحبش أتسأل السؤال ده على فكرة. أنا أي حاجة ممكن آكلها، ألاقيها كده على السفرة آكلها، أهم حاجة نسبة الدهون فيها تكون قليلة. بنهرب من الدهون بأي شكل من الأشكال. في حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة، اتكلمنا فيها كتير، ده المطلوب. أنا وقتي 45 دقيقة 48 دقيقة على الهواء، مفيش ثانية بخليك تروحي مني في أي مكان ولا تسرحي ولا تتكلمي مع حد. الريموت كنترول اللي بتفتحي بيه القناة الأولى كل يوم الساعة 1 لازم تبعديه عنك خالص، لأن معايا في الساعة دي ما ينفعش تسرحي ولا تفكري في حاجة غير في البرنامج بتاعنا أكلة أمي، الزمن الجميل والبركة، بأقل تكلفة ممكنة بنعمل اللي نفسك فيه، بابتكار طهوي، بخبرة طهوية تفوق قمة الهرم، وبثقة عالية جدا. رؤية، فن، إبداع، تشوفوا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.